ناقش اجتماع موسع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة الدكتور سالم سلمان الوالي مع مدراء هيئة المنطقة الحرة وهيئة الجمارك ومؤسسة موانئ عدن وعدد من المؤسسات النقابية والأمنية، جملة من الموضوعات المرتبطة بآليات تطوير النشاط التجاري والتطويري لحركة ميناء عدن. نتابع التفاصيل. الاجتماع الموسع لنائب وزير التجارة والصناعة الدكتور سالم الوالي عقد اليوم بقاعة المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور رؤساء الهيئات والمؤسسات والنقابات ومدراء أقسام الهيئات الإدارية والأمنية في ميناء الحاويات بعدن. تطوير منظومة النشاط التجاري والاقتصادي الذي يشهده ميناء عدن للحاويات والعمل على تطوير البنى التحتية الخاصة بالمنطقة الحرة هي متطلبات طرحت في هذا الاجتماع الذي حضر فيه الجميع. وترجمة لهذا الاجتماع، نفذ نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي نزولا ميدانيا لعدد من المواقع المحيطة بجمارك المنطقة الحرة الذي يشهد فيه حركة تجارية غير مسبوقة عقب إغلاق ميناء الحديدة الذي تسيطر عليها ميليشيات الحوثية الانقلابية للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الميناء. بالنزول إلى ميناء الحاويات والمنطقة الحرة والوقوف أمام المشاكل التي تعيق انسيابية الحاويات والتي قدمت من قبل التجار وعودة يعني ميناء عدن إلى الصدارة مرة أخرى، تم بحمد الله وعوني بالاتفاق مع رئاسة الهيئة ورئاسة الجمارك والموانئ والسلطة المحلية على تذليل والغرفة التجارية والنقابات على تذليل كل الصعوبات التي تواجه التجار وتسليم الحاويات والتخليص الجمركي والنقل وما إلى ذلك من توسعة الطريق وتوسعة المساحة الجمركية والتسهيلات التي ممكن تقدم إلى التجار. الهدف هو أن تستمر انسيابية الميناء إلى الوصول إلى الخدمات المثلى بقدر الإمكان، وذلك تم بتعاون الجميع وتشكيل لجان مختصة مصغرة وعليا لتذليل هذه الصعاب أينما وجد. مشروع توسيع وتأهيل الطرقات الخاصة بشاحنات النقل الثقيل داخل ميناء الحاويات وما تسببه من ازدحام كبير بسبب النشاط الكبير الذي يشهده الميناء هي أولوية تعكف عليها قيادة المنطقة الحرة بعدن لتذليل كافة المعوقات. موضوع الطريق قدمت دراسة لرئيس الوزراء وعمدها وأحيلت إلى وزير الأشغال العامة ورفعت التكلفة على أساس موانئ عدن وجمارك عدن سيتحملوا جزء كبير منها والباقي تتحملها الدولة، وإحنا إن شاء الله في الطريق ومخطط ومرسوم وكل الإجراءات جاهزة. المساحة اللي عملنا توسع الآن بالنسبة لمواقف الشاحنات والتي تسبب كثير من العقلة في الخط العام وكذلك داخل المواني إلى جانب المواد القائم وغيرها، عملنا موقف خاص لها وإن شاء الله ستكون تسهيلات قادمة أكثر وأكثر. الزيارات التفقدية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة بنائب الوزير تأتي ضمن برنامج تسعى من خلاله الوزارة تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة المؤقتة عدن. رافقه في الزيارة وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف ورئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن حسن الحيد ووكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعيملاني ومدير أمن المنطقة الحرة العقيد عبد السلام العمري. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.